السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعمل بقى اشتراكك الجميل ولايكك الحلو عشان اقول لك معلومة جديدة كده أول مرة تسمعها في حياتك. خلاص اشتريت سكين جديد، فرحت بيه، فرحان بيه. طيب تعالى اقول لك كده 5 قواعد لازم تحطهم كده في دماغك، ما تخرجهمش أبدا. لو أنت لسه في البداية فعايز أعرفك كده كام معلومة، إن شاء الله كلنا نتعلم سوا كده بالمعلومات دي عشان دي خلاصة السكيت للمبتدئين. أول حاجة عايز أقولها لك، في قاعدة كده أنا عملتها لك اسمها 5T. يعني إيه 5T؟ يعني لما تقع إزاي تقف، ولما تقف إزاي تمشي، ولما تمشي إزاي تسرع، ولما تسرع إزاي تقف. يعني إيه الكلام ده؟ تعالى أقول لك يعني إيه الكلام ده. تعالى نبتدي كده مع بعض. أول حاجة كده كأنت كمبتدئ، أول حاجة لازم تعرفها يعني إيه توازن. يعني إيه لما تمشي على العجلات زي الريشة تكون متوازن وجسمك متوازن. فبالتالي اول حاجه بتعملها وانت ماسك بتلبس السكيت، بتلبسه كويس جدا طبعا، جامد جدا على رجلك، ما يكونش بيلق، ما يكونش اي حاجه. وبعد كده بتقوم تقف. طبيعي لما بتقوم تقف وانت ما عندكش توازن اكيد هتقع، اكيد. لما تيجي تقع بقى هتقوم ازاي؟ اهو ده اول حاجه هشرحها لك، ويلا بينا. تعالى بينا كده نجرب. انت كده ما عندكش توازن، واحد لسه شاري السكيت جديد وما عندكش توازن، فاكيد هتعمل ايه؟ اكيد هتقع. يلا بينا نقع. اوف بالظبط كده، انت كده وقعت. لما تيجي تقع اقع على ركبتك، لما تيجي تقع اقع على ركبتك، ولما تيجي تقوم ركبتك برده هي اللي هترفعك لفوق. تعالى كده نشوف. هنرفع رجلنا اليمين زي ما انت شايف كده. حلو المشهد، حلو المشهد. وبعد كده هنسند بايدينا الاثنين على الارض بالراحه كده، وبعدين قمنا بكل سهوله. لما تيجي تقع حاول تقع على وشك، ما تقعدش تفضل ترفرف لورا. طبعا انا اقول لك طبعا الوضعيه بتاعت الجسم السليمه اللي انت تقف بيها، اللي هي تتني ركبك لقدام وتحني بظهرك لوشك لقدام، طولك كله يبقى لقدام عشان ما تعملش الحركه المعتاده اللي كله بيعملها. الحركه دي لا، احنا مش عايزين الحركه دي، احنا عايزين لما تيجي تقع اقع يا عم على وشك. طبعا انت هتكون لابس سيفتي وهتكون لابس الكوزه وكل حاجه، بس لما تيجي تقع اقع كده. اديني وقعت. لما تيجي تقع هتحط رجلك على السكيت ورجلك الشمال تسند ركبتك. الموضوع بسيط وسهل جدا. اول قاعده معانا، لما تيجي تقع ازاي تقف. هعيدها لكم تاني اخر مره عشان بعد كده نتعلم ازاي تمشي بالسكيت. نقف ازاي؟ بسم الله. هتسند بالسكيت كده حاجه بسيطه كده بايديك الاثنين وبتقوم تقف. الموضوع سهل وبسيط بس محتاج توازن، اهم حاجه تكون متوازن. طيب لما تيجي تقف هنقف ازاي؟ لازم لما تيجي تقف تقف على شكل 7. يعني لازم لما تيجي تقف تقف على شكل 7 بنفس المنظر كده اهو. ما ينفعش تقف بقى كده اهو، ما ينفعش تقف كده اهو بشكل 11 كده هنقع. لو هنيجي تقف بشكل 11 انت ما عندكش اصلا توازن، فبالتالي السكيل بتاعك هيحصل له عدم توازن، فبالتالي جسمك هيرق. لا احنا هنقع على شكل 7 بالمنظر ده بالظبط، على شكل 7 بالمنظر ده. وحتى لما تيجي تتعلم ازاي تمشي برضه هنمشي على شكل 7، على شكل 7، على شكل 7 بالظبط. ما هنقضينا 7 يا باشا، هنقضيها 7 بس. اهم حاجه تركز في المعلومتين دول كويس جدا، ما تنساش قاعده ال 5T. لما تقع ازاي تقف، ولما تقف ازاي تمشي، ولما تمشي ازاي تسرع، ولما تسرع ازاي نقف 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 بالسكيل. طبعا انا قلت لك النهارده لما نقع ازاي تقف، واتعلمنا ازاي نمشي حاجه بسيطه جدا. ازاي تمشي يعني مش تمشي بالسكيت، لا انا عايزك تمشي مشي الطبيعي كانك ماشي لابس شوز عادي جدا، عشان ده اللي هيعلمك التوازن، ده اللي هيعلمك ازاي تتحكم في رجلك. الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لك ازاي بقى تمشي وتسرع، تمشي واحده واحده وتسرع، وفي نفس الوقت هقول لك ازاي ندوس ستوب ونقف فجاه كده ونخرب الدنيا ونولع الدنيا.
ما تنساش بقى تعمل السبسكرايب وتعمل لايك كده حلو عشان هقول لك الفيديوهات اللي جايه جامده جدا. ومع السلامه.